لم يكن 2022 عاما سعيدا للاقتصاد العالمي، إذ تعثرت العديد من الدول بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطراب سلاسل التوريد. لكن الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان مختلفا، إذ شهدت شركات تلك المنطقة انتعاشة كبيرة. جاء الأداء القوي للشركات الكبرى في الشرق الأوسط بقيادة خليجية بفضل زيادة الكبيرة في أسعار النفط، حيث هيمنت السعودية على قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في عام 2022 ب33 شركة، تليها الإمارات ب25 شركة، ثم قطر ب16 شركة، والكويت ب8 شركات. تصدرت عملاق النفط والغاز أرامكو السعودية القائمة بمبيعات تجاوزت 400 مليار دولار في عام 2021 وقيمة سوقية تخطت 2.52 تريليون دولار في منتصف عام 2022 لتتجاوز أقرب منافسيها العالميين عملاقة التكنولوجيا الأمريكية أبل، التي وصلت قيمتها في نفس الفترة إلى 2.38 تريليون دولار، لكن أرامكو تفوقت عليها بنحو 140 مليار دولار لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. بينما حلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك التابعة لأرامكو في المركز الثاني في قائمة فوربس، وتتجاوز قيمتها السوقية 100 مليار دولار. أما الإمارات فتضمنت القائمة 25 شركة، كان أبرزها بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، وأيضا مجموعة الإمارات للاتصالات وأبوظبي الوطنية للطاقة وإعمار العقارية، إحدى أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط. ورغم استحواذ قطاع البنوك والخدمات المالية على نحو نصف قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في عام 2022 بواقع 42 شركة، إلا أن شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات كانت الأكثر ربحية، حيث شكلت 65% من إجمالي أرباح 100 شركة. في حين شهدت قائمة فوربس لعام 2022 دخول 24 شركة جديدة، بعضها أدرج في أسواق المنطقة مؤخرا مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وألف ظبي القابضة وأدنوك للحفر وأكوا باور ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة النهدي الطبية وغيرها. وقد أدى تعافي مؤشرات بورصات المنطقة وطرح اكتتابات ضخمة إلى رفع مجموع القيم السوقية لمائة شركة إلى 4 تريليونات دولار مقابل 3 تريليونات دولار في قائمة فوربس للعام الماضي 2021. كذلك ارتفع إجمالي أصول الشركات إلى 4.2 تريليون دولار في 2021 مقارنة ب 3.6 تريليون دولار في عام 2020. وقفزت الإيرادات 44% إلى 794 مليار دولار في عام 2021 مقابل 550 مليار دولار في العام الذي سبقه. يعكس أداء تلك الشركات استقرارا نسبيا للمناخ الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصاداتها بنسبة 5.5% في عام 2022، وهو أسرع معدل منذ عام 2016، وبنسبة 3.5% في عام 2023. أما الأرباح الاستثنائية المتراكمة للدول المصدرة للنفط بالمنطقة فستبلغ تريليون دولار حتى عام 2026 بحسب صندوق النقد الدولي. لكن أهم ما تعكسه قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية هو التنوع الكبير في اقتصادات دول المنطقة، وهو ما تركز عليه الدول الخليجية على وجه الخصوص لتقليل الاعتماد على النفط. لو نلاحظ أن الإيرادات النفطية كانت تغطي في عام 2015-2016 90% من الميزانية، انخفض هذا إلى تقريبا 65%. نحن في دولة الإمارات تقريبا 30% من اقتصادنا اقتصاد يعتمد على النفط والغاز. من الضروري الاستمرار بالسياسات اللي اعتمدت خلال السنوات الماضية لتنويع مصادر الدخل تدريجيا بتحويل الاقتصاد ليكون أكثر متكل على القطاع الخاص معتمد أقل على النفط.